هذه الصور التي ترونها تقول أن وزارة الداخلية اعتقلت محمد جعفر نصيف وهو ابن أخ النائبة عليا نصيف، وضبطت بحوزته العديد من الهويات الحكومية، منها هوية موظف في النقل وموظف في النزاهة وموظف في مجلس النواب وهويات أخرى، كما توضح تماما هذه الصور المنشورة برفقة مبلغ مالي. هذا ما قالته الصورة الأولى. نذهب الآن وإياكم إلى الصورة ثانية، فيها تظهر النائبة عليا نصيف ومن جانبها في هذه الوثيقة الصادرة عن النائبة تقول النائبة إنها تتهم مفتش عام وزارة الداخلية واسمه جمال الأسدي، تتهمه بخطف ابن شقيقها وسرقة محتويات جواله الشخصي لترتيب تهمة كيدية ضده. الاتهام جاء من خلال شكوى هي التي عرضناها في الصورة قبل قليل. هذه الشكوى رفعتها النائبة لمجلس القضاء الأعلى ضد الأخير الذي يعمل في وزارة الداخلية الحكومية، كما وضحت الوثيقة التي شاهدناها.